شكرا لهذا الإبداع وهذا الجمال، وكان فقرة مميزة من خيال فنان. تحية وتقدير للإخوة في الكنترول والمنتج العشاي في هذه الفقرات الممتعة دائما. وحنمشي مباشرة لجوز بدر، يعني في قرب شندي، هذه المدينة الجميلة الساحرة اللي بتقع بمحاذاة النيل الجميل المختلف، اللي دائما ما يدرج لنا كل المبدعين من مغنيين وشعراء وملحنين. سعيدة جدا إنه تكون في هذه المساحة المخصصة غنائيا لمتابعي برنامج ظلال الأصيل، أن نقف أمام غنى جميل جدا، غنى الحماسة والسيرة من خلال الفنان الشاب محمد السر. أنا سعيدة بك وأهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بقناة الشروق، ونتمنى نكون خفيفين الظل على مشاهدينا. أهلا بك. أنا أول حاجة عرفت أنك أنت جاي من منطقة جميلة جدا، أو طالع من منطقة جميلة جدا في السودان، دائما بتشتهر بالحماسة. بنشوف دائما في الأعراس السودانية الفكرة بتاعت الجلد بالصوت، برضو في تفاصيل كده مختلفة في تلك المنطقة يمكن هي بتتميز بها أو بتكون خاصة بها. في البداية عرفنا عليك أكثر وعرفنا على جوز بدر. أنا محمد السر سعيد من منطقة جوز بدر، الوالد من منطقة جوز بدر والوالد من منطقة الجوير غرب شندي. طبعا مراحل الدراسية لحد الجامعة وياهو في شندي. نعم شنداوي يعني في شندي. أي لك التحية. طبعا المنطقة بتشتهر بأغاني الحماسة، جعليا طبعا معروف. يبقى كلمتني عن انه هي من اكثر المناطق جوز بدر كان بدا فيها مطحن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. غير المبدعين اللي اخرجتهم تلك المنطقه. والله طبعا المديح النبوي في السودان ينطلق من منطقه جوز بدر. الشيخ النجر الراوي المعروف سموه النجر لانه هو الوحيد نجر الطار على نطاق السودان. ودون منطقه جوز بدر. شيخنا صالح الدلمين مدايحه مشهوره وبيمدحها كل المادحين في السودان. والشيخ صالح الدلمين والشيخ النجر والشيخ قصر، يعني كلهم رواة المديح. دي منطقتهم وده نشأتهم في منطقة جوز بدر. يا سلام. منطقة دينية بحتة. نعم. احنا هنتكلم أكثر عن المناطق دي وعن تجربتك الفنية والحماسة والسيرة والكسرة والتفاصيل اللي بيحبوها أغلب أهل السودان. نعم. هنقدم أغنية للمشاهد عبر ظلال الأصيل وبعدها نكمل الحوار. طبعا الحقيبة هي أساس الغناء. صحيح. والحقيبة هي أساس الغناء الغني في السودان. نحن هنبدأ حقيبة إن شاء الله. من إنه تنال. إن شاء الله. نبدأ طوالي نسمع إن شاء الله. دنيا حظوظ وانا حظي جميل، دنيا حظوظ وانا حظي جميل، دنيا حظوظ وانا حظي جميل، ما دمت اراك لودادي تميل، لودادي تميل. الدنيا حظوظ وشي أقسام، دنيا حظوظ وشي أقسام، والحب للروح ما لي الأجسام. خلي روحك رقى من النسام، قلبك ضاحك وسام
تبارك بسام. خلي روحك رغى من النسام. قلبك ضحك وسمرك بسام. دنيل خلاص الناس وتنيل. دنيل خلاص الناس وتنيل. دول السودان وعظم النيل يا شباب النيل. حبيبي هواك علي مفروض وانا اصلي بحب ازهار الروح. بحب لكن حب غير مغروض ولي في هواك سنن وفي روح. بحبك والله نبيل ما لشهواتي ولا التغابيل منع التغابيل. جلست على عرش الإكليل. جلست على عرش الإكليل. أغني عليك وأقول يا ليل يا سلام يا ليل يا ليل. الورد جميل سل عنه سواك. ورد جميل سل عنه سواك. جميل لا يخلو من الأشواك. كذلك أنت جميل بهواك. سلاح مشهور على من يهواك. كأنت جميل بهواك. سلاح مشهور على من يهواك. تزيد كل يوم عظمة وتجميل. تزيد كل يوم عظمة وتجميل. خلقت الناس يا زعيم الجيل. يا زعيم الجيل.
دنيا حظوظ وانا حظي جميل، دنيا حظوظ وانا حظي جميل، دنيا حظوظ وانا حظي جميل، ما دمت اراك لودادي تميل، لودادي تميل. الدنيا حظوظ وانا حظي جميل، واحدة من الأغنيات جميلة جدا، ويمكن عندها وقع خاص في غنى الحقيبة. وقبل تكلمنا عن غنى الحقيبة وقلنا إنه واحدة من الموروثات الجميلة جدا، وكل الفنانين الشباب بيبدوا بالحقيبة. أنا بفتكر إنه ده ذاته نوع من المجايرة، يعني أنا كفنان شاب أبدأ على غنى الحقيبة. دارين نحافظ على غنى الحقيبة بالشكل يعني المناسب. والله هو أي فنان شاب في بدايته ما غنى حقيبة ما حيكون فنان عمره اصلا، يعني لانه الحقيبه هي تجويد لاداك. صحيح، الحقيبه بتاثر في صوتك، نعم، بتاثر في اداك، بتاثر في تطريبك، بتاثر في تلاقيك للنصوص وتفهمك لمعاني الكلمات. الحقيبه اي حاجه في الحقيبه، فالفنان ما بغني حقيبه ما بعتبره هنا، وانا يعني من هذا المنبر لا 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 يعني اخواني فنانين المعاي والبعادي والقبيل طبعا ما محتاجين مني يعني راي، أنا بوصيهم الحقيبة، الحقيبة هي أساس الغناء، حافظوا على الحقيبة وعلى هذا الموروث اللي يعني شكل غناء الشعب السوداني. بالتأكيد، وهو ده بكون يعني أنا شايفة في توجه واهتمام بهذا الإرث الكبير، غنى الحقيبة والغنى الشعبي عموما، وبالرغم من دخول الآلات الحديثة في غنى الحقيبة، هل الحاجة دي بتضيف ولا بتقسيم ولا حسب استخدام الآلات الموسيقية؟ والله هو طبعا زمان الرواد الحقيبه غنوها بالالات مختلفه جدا عن الالات الريق مثلا، نعم، ايوه في الريق، في الالات الرباعيه والرباب، لا الربابه دي مغزن، لكن الربابه طبعا احتمال يكون غنى شعبي باتجاهه وراء غنى الدليب، ايوه، او اغاني السيري في بعض من مناطق السودان، لكن غنى الحقيبه اساس هو معروف يعني بالكورس والايقاع والشيالين والايقاع بالاضافه للالات الالات الايقاعيه. طبعا هسي نحن يعني هذا الجيل الحقيبه ابتدت يعني تتغنى بالالات الموسيقيه، وبرضه يعني ده افتكر انه تطور يعني. طيب محمد السير فنان شعبي بيميل لغنى الحقيبه اكثر حاجه، يمكن ده برضه نابع من المنطقه اللي هو نشا فيها. انا داير اعرف انه ده اثر او مثلا ممكن عزز في تكوين شخصية محمد السير الفنان في انه يؤدي حاجة جميلة فيها خططريب فيها لونية مختلفة من خلال غنى الحقيبة. والله طبعا احنا منطقتنا دي هناك عاملة بالفنانين يعني فيها الرواد الحقيبة، منطقة الغرب غرب شندي عامة يعني، يعني الفنان رحمة الله الشيخ معروف طبعا، صحيح، من منطقة الجبلاب، والفنان سجنينة محمد علي سجنينة منطقة المغاوير، فهذه كلها مناطق قريبه لبعض، استمدينا الحته دي من داسرنا باصواتهم بادائهم. يا سلام. نحن طبعا سمعناهم عبر الوسائط وعبر التسجيلات، تاثرنا بادائهم يعني احنا حسينا انه الناس كانوا بيادوا في حاجات جميله يعني ومقبوله. يا سلام. فهذه الحاجه جذبتنا للحقيبه يعني. طيب احنا هنسمع شنو ثاني؟ هنمشي للحديث. ممتاز. نعم نسمع الوسيم القلب رادو. يا سلام، نسمع. الجمال
ذكرني أنا ما لو أنجز واتركوه ذات
واجبي حتى ما صور يدادو ومهما زاد صدوعي نادو 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 صدوعي نادو. على هذا التضريب وهذا الجمال, وتحية أيضا للفرقة الموسيقية المصاحبة من خلال هذا المساء للفنان ومطرب محمد السير. خلينا نتواصل في حوارنا ونمشي كده لحتات يعني بيخشوا فيها الفنانين الشباب أو بما يسمى من السوق, لا أنا بسمع شهر شهرين وبعد كده خلاص بنساو ما بتذكروا تاني. نعم, من السوق ده طبعا الشباب متخذينه كسلعة يعني ما أكتر سلعة وقتية يعني اضربوا بيها عدادات السلام عليكم, لكن حاجة بتكون راسخة ما عظيم. يعني أنا بسمع أغنيات كثيرة, بسمع فنانين كتار طلعوا وبسمع أغنيات بنساهم ثاني بعد كده ما بتذكرهم. أيوة. إلا في وقتها يعني. ما هو الأساس الأساس اللي أنت واقف عليه ما 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 أساس يعني ما أساس ما أغنى حقيبة أو ما أغنى متين, فأغنى هش زي داي تطلع فيه حتى لو طلعت فوق يعني. نعم, حتى لو مشيت عندك فتره بتاعت تيابو هتنهار طبعا. احنا عندنا حاجه كده اقول لك كده خد الحياه ستيب باي ستيب او اطلع السلم خطوه خطوه. نعم. ابدا التصر. ابدا باغاني الحقيبه اغاني الرواد اشتغل شغلك الخاص. نعم, ويكون جادي ما حاجه كده زي ما قلت الاغاني الهسي نحن بنسمعها من الشباب دي. حاجه تتعامل مع شعور اكبر يدوك المراصينه هي اللي بتوديك. ده معناه انه مثلا في نوع او في عدد او في بعض الناس بتحب تسمع الغنى الخفيف او غنى السوق ولا ده الطالع بس؟ يلا هو ده طبعا اغاني الزمن ده يعني اغاني الحفلات عشان الحفله تنجح طبعا يعني. نعم, معظم الحفلات الفنان المحبب للحفله اللي بيغني غنى خفيف ف يعني زول ممكن يجاريون عشان يشتغل, لكن انت ما ممكن غنى كله يكون بالشكل ده يعني. لازم يكون عندك حاجه كده رصينه سواء خاص او يعني اغاني الرواد اللي انت بترددها على الحقيبه. يمكن انا في بعض يعني الحفلات سمعت بعض الفنانات من غير ذكر اسماء اللي هم بغنوا الغنى الشعبي او غنى الحقيبه, لكن في استناد كامل جدا على الفرقه الموسيقيه. يعني انا اسمع الفرقه الموسيقيه اكثر مما استمع للكلمه الرصينه الملحنه. نعم. يلا دي ده كمان منعرج اخر منعرج الموسيقى هي اللي بتملى لك. لا 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 طبعا هسي معظم الاشياء الناس يعني الناس معظم يعني يقول لك هسي ما يعني ما بذكر الكلمه كيف ما انا قاعده بسمع حتى لو انا في حفله مثلا. تمام, يلا في حفله الموسيقى هي طبعا البيز. ايوه نعم هي البيز وهي اللي يعني محرك الشغل. ما انت بقول الفنان لك شنو ما بعرفه لك يقول لك موسيقى الصوله كذا رقص, لكن استماع ما أظن نسبة ضئيلة جدا اللي بتستمع للغنى في الحفلات يعني حاليا نسبة ضئيلة يعني. طيب حنسمع شنو؟ حنمشي نسمع هسه خايف من فراقك كلمات والحان الأستاذ المرحوم هاشم مراني. نسمع. كيف زي ورد فيا
عز نداه وقوف بكرة يزور ما أظني أعيش بدونه، أعيش بدونه.
وما أظن أيامي تاني أيامي تاني أيامي تاني زي حنان تكون أنو أنت خوني زماني كله أنت خوني زماني كله أنت خوني زماني كله إلا أوعك يوم تخونا يوم تخونا هسا خايف بالفراق لما يحصل ببقى كيف هسا خايف بالفراقك لما يحصل ببقى كيف زي ورد في عز ندام خوف بكرة يزور صيف شكرا لك يا محمد شكرا على الأداء شكرا على التطريب يمكن واحدة من الأغنيات الجميلة جدا أكثر السودانيين بيحبوا الأغنية دي شكرا جميلا الاتحاد الغناء الشعبي اتحاد دائما مهتم بالحفاظ على الإرث السوداني من خلال الغناء الشعبي من خلال إقامة بعض المنتديات والحفلات ودائما بنجد كل الفنانين سواء كانوا كبار أو فنانين شباب مهتمين باتحاد الغناء وأنت واحد منهم أنا والله يا أخي اتحاد فن الغناء الشعبي لولا اتحاد فن الغناء الشعبي ما كنت أنا عسي موجود في الحتة لا سلام ناس لهم الفضل عليه والله وبحييهم فردا فردا وبشكرهم حقيقة الناس دي ناس جميلين وناس شغالين بمصداقية إن شاء الله ربنا يوفقهم يعني بتيح الفرص للناس وبنمو المواهب فأنا أي زول يعني والاحتكاك مع الجمهور مباشرة نعم على المسرح المباشر صحيح ودي يعني غلة ما توجد يعني دي حاجة ده انصهار يعني دي حاجة انت بتظهر للعالم صحيح فأنا بحيي صديق القدر الله منتصر الدر عبد الله محمود وعبد القادر محمد أحمد هذه الشخصية أنا لولاها يعني هو اللي عرفني بالنازل وبحيي الإعلام والشاعر البشرة محمد أحمد حسن وعندي معه تعامل في عملين ثلاثة كده في الفترة الجاية إن شاء الله وعوض الله محمود برضو أيضا عندي معه عملين ثلاثة إن شاء الله في الفترة القادمة فالناس الناس جميلين إن شاء الله ربنا يوفقهم ويدوهم الصحة والعافية ونقول لهم قدام إحنا نقول لك قدام يعطيك العافية قدام لما نكون الشباب دائما مهتم بالإرث السوداني والاتحاد أكيد أضاف لك يعني زي ما أنت وجدت الدعم أضاف لك انا داير اعرف انك انت حتدي شنو للاغنيه الشعبيه عموما انا هسي حاليا بصدد تكوين فرقه شعبيه قائمه بذاتها ان شاء الله معي بعض الاخوان متحركين يعني الحته دي الاغنيه الشعبي جاري في دم الناس يعني صحيح وساكن في دم الشعب السوداني وشكل في دم الشعب السوداني صحيح والاغنيه الشعبي ذاته حببوني فيه الناس الجميلين دي الناس تحت من الغناء الشعبي يا سلام يوم التحيه والتقدير تمام والله العظيم الناس يعني يستحقوا نقول ربنا يوفقكم وما تلتفتوا لاي حاجه صحيح جبال يعني بدينا الحوار ده بجوز بدر والحماسة والكسرة وكده والسيرة وإحنا منتظرين جدا طيب هنسمع طبعا من هنا بترحم على روح المرحوم ابني جوز بدر عثمان أحمد هذا الرجل يعني ما ظهر للإعلام لكن الرجل ده كتب أشعار جميلة جدا يا سلام في المحبوب وفي جوز بدر في الخضرة وفي النخيل وفي النيل فأشعاره يعني لكن هو طبعا رجل متمكن رجل رحمه الله رحمه واسعه والتحيه لاسرته فان شاء الله حنسمع الاغنيه الثقيله من كلمات عمنا المرحوم عثمان احمد وان شاء الله حنكسرها باغنيه برضو عمنا المرحوم عبد الله حموده برضو من منطقه الجبير ان شاء الله نسمع بناتني الهليل لون الخدار والحناء والفرع المميل مع النسيم يتنى أنا طاري الحفلة يوم غنى يا هايش جنة والخالات محضر يرتقي للحنة أهل لي يا ريح جيبي لي أخبارهم
قالت لي مبسوطين مبسوطين ونعم ديار يا حليل كثير البطار ومن شنجار وبعد الهجعة للضيفان بتوق النار بنات الحليل نواحي بلدنا وحار حار صوت الفراق قطع قلوبنا جلدنا لقناه الصبر فوق مرته جلدنا يا حليلو يا حليلو يا حليلو في يغم الكرفو يوم قالتنا برسل سلام لبنا جعل في شندنا نايرات المقل والله السادة صافيات غير زغل وشوفنا منك وبرتكان والله ستات الحياة والحنان اتحدنا الحور الحزان والله السادة صافيات غير زغل والله ما بتفارقن والله أسادة صافيات غير زغل دي السيدة كلثوم جنها بختر زارن تسريحة بنقلب انها تاج الملوك لبس انها والله الليلة صافية غير زغل في شندي غير بني الهناك هي فيك زول جوز بدور بدور لماك مريود ساكن في حماك والله السادة صافيات غير زغل الليلة قلبي على الشمال فيه الدغس من غير دلال والله سودان يا ما فيك رجال في الحر ما بيتوب مجال والله السادة صافيات غير زغل عثمان ده قلبه عليه الصبر خلنه يغني بلا عقل فراق حر من الجمر ين النساء كن جوز بدر والله السادة صافيات غير زغل برسل سلام لبنا جعل في شندنا عيرات المقل والله السادة صافيات غير زغل عندنا إرادة المقل والله السادة صافيات غير زغل برسي السلام لمن أجعل عندنا إرادة المقل والله السادة صافيات غير زغل
اشوق عليك الله يذكر وليل قلني يا ما خلوق ازور في العنام يفوق عليك الله يذكر خليني نزور زولي تفرج اللي جيت قبيحة ويسمعني مهواصي عليك وصبي عليك الله يذكر خليني نزور زولي بعيد ذا الباب لقي الفراش قال لي تعال وين ماش عليك الريد والقلب حلواس عليك الله يذكر خليني نزور زولنا يا طيب تبقال وتفارة يجي ريزوزي بيت دار وعليك الله يذكر يجي ريزوزي بيت دار وعاد والمسخ الحار وعليك يا بطل غني وقول وقلبك لا يكون مشغول عليك الله يذكر بالله وسلام تزول بالله وسلام تزول دلو سلام تزول دلو سلام تزول دلو سلام تزول دلو سلام تزول وبعد الشر غمير يطول عليك الله يذكر خليني نزور زولي سهران 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 سنة لحولي عليك الله يذكر خليني نشوف زول شكرا على هذا الجمال وشكرا على هذا التطواف في دار جعل تحية لمن جعل بالتأكيد وأجمل ما في دار جعل طبعا قبيت تكلمت عن المانجا زي ما إحنا بنقول وهي أشهى الفواكه الموجودة في شندي المانجو أو المانجا شكرا لك يا محمد على حضورك وعلى هذه التجربة وهذا التطريب يمكن إحنا وصلنا لختام الحلقة هنختم بعمل أخير نودع به والمشاهدين وكل اللي بتواصلوا معنا عبر ظلال الأصيل يمكن كانت دي أجمل الأغنيات الحماسية وأجمل الأغنيات اللي كانت موجودة من خلال حلقة اليوم شكرا جميلا لوجودك معنا كل الشكر لغارة الشروق الشاشة الذهبية الشاشة الأولى في السودان الشاشة الجميلة ونتمنى لها مزيد من التقدم والازدهار وأشكركم وأشكر المستمعين وإن شاء الله نكون يعني أرضينا ومسامعون ومحاضر شكرا لك وكل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا والتيم العامل اللي رافقنا من خلال هذه الحلقة شكرا جميلا بكرة تيم جديد وفريق جديد يعمل بجديد الفقرات من خلال ظلال الأصيل كونوا دائما بخير في أمان الله